غنى. قاصد حماك أنا بالخير يا جيران، ع صوت حادي حدا حبيت نغماته. قاصد حماك أنا بالخير يا جيران، ع صوت حادي حدا حبيت نغماته. تاري الحدال أحكن وبحيكن عمران، والليل باهي القمر حلوين نسماته. أخبار مساء الخير، وهلأ ننتقل للمتفرقات. رحيل الفنان الكبير وديع الصافي عن عمر يناهز 92 سنة بعد أعمال كبيرة قدمها للبنان وللعالم العربي. ناطري كمان. ربح الفرنسي سيباستيان لوب بسباق السيارات كرتون. مرحبا أيها الأصدقاء، مرحبا دورا. من يريد أن يتسلق الجبل معي؟ أنا أريد، ولكن كيف؟ لنرى ماذا لدينا في الحقيبة. غنى. تسلم لي اشتقت لك بغيابك، في شو صار؟ سامحني قلت لك أنا عشت بنار. انت وبعيد انا ببقى وحيد، وعم عد دقايق بعدك عني، ليل نهار على نار، عم يخلص قلبي بغيابك على نار، مشتاق لعطرك لتيابك على نار، يا حبيبي عليك انخيالك شو بغار. مسلسل شو يا حنان؟ شو صاير؟ مش عم تدور؟ لا العمل. شو؟ كيف العمل؟ انه شو مفروض هلا نعمل؟ مفروض؟ ليش انه خلص علقنا؟ وشو شايفة حضرتك؟ لا مش معقول، مش مقبول. حنان دخيلك بلا صريخ هلا ودراما. كان لازم تاخذ احتياطاتك يا مروان. انا؟ انا؟ مش انت حضرتك بدك اياني اخذ سيارة اهلي بنص الليل وشرف لعند حضرة جنابك وجيبك ونقزر انا وياكي؟ بس انت اللي وصلتنا لهون، شو طلع؟ بقلب السيارة المعطلة غنية. الله معك يا بيت صامد بالجنوب، يلتحت سقفك عالوفا ربيتنا، مش كتير عليك ترخص لك قلوب، وبنوب ما مندشرك يا بيتنا، بيتي ما برضى يصير. بدنا ننام. شكرا. Thank you. مروان أول ما بلش يغني كان صوته مبين كتير مرتاح، كتير حلو، حافظ على العرض كله تبع الصوت كل الوقت، وكان مركز على التكنيك وعلى فتحة التم، ولكن النفس كان مبين كتير مشدود، وهيدي بعد لازم ينتبه عليها لأنه كان بعد شال صوته أحلى. بتاني غنية بين يعني أو ما كان متوقع نرجع نخليه الغني، أو كان شوي مش مرتاح أول ما بلش، سو بين كان في شيء منه كتير بيور وزرك الصوت ما فتح مزبوط، بس رجع بتالت باساج رجع زبطن. بحب أقول شغلة كمان، وقت كان عم بيعمل بارت الكرتون رسوم المتحركة كان في غير صوته أكتر بين تو كاركترز، يعني بلش أول شيء كان مغير صوته، رجع بعدين عطى الصوت للتو كاركترز بذات الطريقة. أنا أفتكر لو روق شوي صغيرة، لو هو كان أبطأ وأريح كان قدر عمل كنترول عليها، بس أكيد إنه الغنى كان كتير منيح. مروان أنا مبسوطة منه كتير، صار في نضوج بصوته وهلأ صار الشغل حلو معه. بعد عنا 3 جماع وإن شاء الله يضل معنا ورح تلاقوه أحلى وأحسن. هلأ في شغلة، لما قلت له المديرة على الأخبار صار يتطلع بالأرض، هيدي كمان ما انتبه لها الشغلة.
بعدين بين شغلة وشغلة تانية كتير أخذ وقت تيفكر شو بده يعمل. هيدي شغلة تلعب ضده كمان، بس إجمالاً أنا كصوت بحكي كتير حلو صوته. هالنوع الإيفال أنا كنت عطلاني أكتر شي هم مروان بصراحة، تفاجأت إنه جاي أول واحد، لأنه الباقيين معنا أكتر هيك بيلعبوا أكتر بمثلوا أكتر. مروان عطول عنده مشكلة إنه هو نحنا منقله وهو بحس إنه ما بيعرف يتفاعل، يعني بغني أحسن ما عنده أفكار ووجود وتنفيذ. أنا شفته اليوم كتير منيح نسبة لمروان، كتير 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 منيح، عنده سرعة بديهة نوعا ما نسبة لإله، عنده هيك مهضوم، كان حتى اللي عملهم كان مهضوم، أكيد تلبك أكيد سكت أكيد محضر أخبار وحدة كان لازم يحضر أكتر بعرف، بس حاسة أنا أنه مروان من جمعتين ثلاثة لليوم صار عنده هيك فرح بداخله ما كان موجود من قبل، يعني صاير عم يتسلى أكتر، عم يفرح أكتر، مرتاح أكتر، بيضحك، بيحمر أقل، بيتشنج أقل وبيضحك أكتر. بالنسبة للصوت اليوم أنا بنقزني أول ما بلش قد ما كان صوت حلو، يعني حسيت هيك يعني فرض صوته علينا فجأة، وما حدا ما في شك إنه هيدا صوت كبير، ومثل ما قلته واضح التطور من جمعتين لليوم، في تطور أكتر مش بس بشخصيته بصوته كمان. أنا بعتبر إنه كان إيفال مقبول، إذا ما بدي حاسبه على طلع هون وطلع هون، يعني هو مش منطقي بالنهاية كتير هالإيفال، يعني منه إنه تلفزيون حقيقي. أنا قلت له بدنا نتسلى، بدنا نعمل إيفال نتسلى فيه، بس بذات الوقت كان بدنا نشوف سرعة البديهة. شفنا عند مروان تطور حلو، وإن شاء الله يبقى معنا تيكفي هالتطور بالأسبوعين الجايين. أكيد نرجع منقول منكرر للمرة الألف يمكن إنه مروان صوت كتير حلو. هلا أنا شخصياً رح أحكي أكتر عن الإيفال، عن المراحل يلي مرق فيها، ولأنه مروان عم بيتقدم، لأنه مروان عم بيعمل جهد، لأنه مروان عم بيحاول. بعرف إنه يمكن صف المسرح عنده أصعب من غير صفوف، بس عم بيحاول، فمشان هيك راح علق على كم شغله، خاصه انه نحن بي يعني بالصفوف بيشتغلوا معي كثير، بنشتغل على سرعه البديهه. بالغنى اول مره كثير منيح، اوكي غنى منيح. بالكرتون لا بأس، غير جرب غير بالاصوات، ولكن اتس نوت يعني مش كفايه، ما اخذني لعالم الطفوله، يعني ما حسسني بعالم الطفوله، ضليتني عم بشوف مروان. هيدي هلا بنرجع على الغنى. طبعا الغنى جيد، ولكن الاول غنيه كيف غناها والثاني كانوا بيحملوا يكون عندهم احاسيس مختلفه، خاصه انه اول اغنيه كتير مختلفه من الثانيه، فبالتالي كان مفروض يكون عنده احاسيس مختلفه. لما وصل على المسلسل انا انبسطت بهالجزء، علما انه هيدا اكزرسيس امبارح صار بالصف، ولكن تبين انه مزبوط لما بيتمرن على شغله بيشتغلها هو على قد المسؤوليه. وفعلا يمكن شقفه التمثيل بالمسلسل كانت انجح شقفه تمثيليا، وهيدا شغله ايجابيه، انا بلاقيها ايجابيه انه استعمل شيء عمله متمكن منه واستخدمه بالمشهد، هيدا ذكاء، هيدا بدل على ذكاء. هلا لما قلنا له بقلب السيارة المقطوعة غنية، رجع ما قدر يكون على قد المسؤولية، علما انه مبارح بالإكزرسيس كانوا حاطين راديو، كان مفروض يستعمل الراديو وحنان تغني، او غنية تعصيب، غنية يعني غنية تشبه الموقف يلي هنن فيه انه انقطعت السيارة بنص الليل. فبالتالي ما رح احكم، بدي انطر شوف الباقيين. مش عاطل، ولكن يعني بيحمل يكون أفضل بكتير هيدا الإيفال، خاصة أنه نحن بقبل آخر إيفال. أنا رح أحكي عن الصوت. أنا اليوم شفت كاركتر جديد بصوته المروان، وهذا الشيء كتير خلاني يكون مبسوطة، لأنه هيك حسيته غنى الموال بصوت حلو، بصوت عريض، عربه كانوا مش مثل العادة هيك كتار ومفركشين، لا كانوا منظمين ومرتبين،
كان مرتاح وعم بغني. ما بعرف أنا بيتي شو قصدك بالمشاعر، بس شفته غير ستيل، يعني كيف غنى أول شيء كيف رجع غنى الغنية الرومانسية، حسيت بالصوت صوتياً. ما بعرف إذا قصدك أنت بالإكسبريسيون أنه قصدك بالتعبير طبعاً. الوجه أنا قصدي عم بحكي عن طبعاً يكون في تناقض بالموضوع، أنه حسيت صوتياً أو بالتعبير الغنائي حسيت شفت الفرق بين النوعين. بفهم انه كموضوع اغنيه منه لابق انه واحد مضروب بالسياره ومقطوع، بس انه الغنيه غنيها منيح غنائيا منفصله عن التام. انا بشوف مروان بعد لازم يكون مركز اكثر وقتها بيغني كل الوقت، يعني مش انه لدقيقه او دقيقتين، لانه وقت ركز شفنا قد ايه عطى حلو، قد ايه ميز بين الانواع. ان شاء الله يقدر يكون مركز هالقد بفتره اطول، يعني بغنيه كامله بمرور كامل بالبرايم، وبعدين باكيد بكونسير بس يصير برا، وهذا الشيء بيخليه فعلا يعطينا شغل حلو.